السلام عليكم اخوان، معكم انا عمر الحمد في فيديو جديد. اخوان اود ان اشكر جميع متابعي قناه عمر الحمام على الدعم ديالهم. واخرا في فيديو اللي لحقت لكم البارح كان تفاعل عجبني، شكرا لكم بزاف. المهم الاخوان كما العاده غنجيو نقراو التعليقات اللي كتبتو لي في الكومنتير في الفيديو اللي كان البارح. المهم نبداو اول تعليق. مبارك توتيلا كمل اخويا الله يسخر ليك والجميع الله يسخر. احمد سكايمن كنشكرك مبارك الله يحفظك. احمد سكايمن راك طوب اخويا، انت اخويا كنشكرك على الدعم ديالك. حسن والود مبروك عليك السجنه الله يسخر، كنشكرك اخويا. هشام فلوغ طوب كنشكرك اخويا، تحياتي. بدر بيل الله يسخر الجميع ان شاء الله اخويا، شكرا. ياسين مقداد نادي اخويا الله يعاونك، تهلا في الذكر ان شاء الله اخويا، وحال ذكرت الاخر نوري لكم ان شاء الله. ياسين نادور الله يسخر اخويا عمر، كنشكرك يا ياسين. سعيد انا ناك اخويا عمر الله يسخر، الله يسخر الجميع ان شاء الله. رفيق تابع طيب لك، كنشكرك انت اخويا من هذا المنبر كنشكرك. سعد جهيد عمر عطيني النمره، مو اخوان هاي النمره هنا ها هي حتى الاخر نقول لكم فين حنا. سعد جهيد عبدوكس انو راك عزيز اخويا عمر، انت اخويا كنشكرك. ايمن فلوك اخويا الله يسهل لك اخويا عمر، كنشكرك ايمن خويا الله يسخر لك ابطال. وليد اللوحي الله يسخر، شكرا بزاف. زبير هشام كمل اللهم بارك الله يسر، كنشكرك تحياتي اخويا الله يسهل الجميع. خالد لماري كاين عمر كنشكرك انت اخويا. نشكر ياسين خويا عمر. ابراهيم اجرا كنشكرك، ولعنا في السجنه كامله وحنا كامل ان شاء الله اخويا. معاد صديق هشام الرئيس واصيل راك طوب، كنشكرك اخويا هشام. حمزه اوهاسي كمل، كنشكرك اخويا حمزه. بابلو اسكوبار كنشكرك. لوفت ايمن الحمام بديت ديرنا فيديوهات اللوفت ديالك بغيت دير، شكرا لك اخويا كنشكرك. ميد الياس طوب، ورينا كيفاش صاوبتي السجنه ان شاء الله اخويا غنوريك. خينيسيس كريمو الله يحفظك خويا، شكرا على الديديكاس كنشكرك اخويا خينيسيس. الكاميلي تبارك الله عليك خويا، الله عمر الله يسخر ليك ديما طوب، شكرا لك بزاف. خويا كيفاش تخلي الحمام يولف، تنديرو فيديو ان شاء الله على الاسئله ديالكم ان شاء الله، غنديرو فيديو مفصل على الاسئله ونجاوبكم ان شاء الله في فيديو. مروان لاست تبارك الله خويا، كنشكرك مروان. ذكر لينا بعض المواليع اللي عندهم شين يوتيوب ان شاء الله خويا. عبدوكس عبد السلام تبارك الله عليك، تبارك الله عليك خاي عمر. امين السمري شكرا على مرور التعليق السمر اخي، ربينا في انسان عفو. اخو كريم من فرنسا تحياتي كنشكرك. سير سيفن كومبيز بريفي زكريا زيكو تحيه لك خويا عمر. الوباء ان شاء الله بقاو في ديوركم، دوز نهار مع وليداتكم، تولعوا في حمامكم الله يسخر، كنشكرك على هذه البادره الطيبه خويا زكريا. ايوب واي راك حاضر خويا عمر تبارك الله عليك الله يسخر لك انت خويا. احمد البيض الله يبعد لنا الوباء الله يسخر لك خويا عمر. سعيد ابو اللهم بارك وزد في ذلك وبعد عليك وعينا من المهالك، شكرا اخويا سعيد. طب خويا اش احسن مولوع راك عزيز عليا يحيى، شكرا لك بزاف. عثمان قيبان تبارك الله عليك اللهم بارك وزيد في ذلك خويا عثمان. مهدي الله يسخر خويا، صنع عندك مزيان البوست خاصك تزيد تحسن ان شاء الله مع الوقت تحسن ان شاء الله خويا. عماد والحمد لله يحفظك خويا كمل راك كتولع هنا، كنشكرك اللهم صغير غيث واجعل غيثا نافعا واجعل بلادنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث النافع واجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. انس ناصيري كنشكرك امين يا رب.
حسن ولا وود، خاصك تعزل حمامك غادي يطير، حتى الا بقات الكركيطي غادي يتعفن حنكوره ان شاء الله. راه داكشي اللي درت ليه ان شاء الله، والله يكون على خير ان شاء الله. ايوا كنقول لكم نشكركم بزاف على التعليم. بالنسبه للاخوان حاله ذكرت ديال غادي طنرو في تحسن، كنتو سولتوني عليه، كما كتشوفوا راه كاين البرد هنايا وكنصور لكم هذا الفيديو. ايوا باش تولعوا تولعوا معنا جميعا ان شاء الله، الاخوان اللي كيرسلوا لينا الرسائل عبر المجموعات عبر الميساجات، كنشكركم بزاف. نتبعوا دابا حنا في هذا اللوفت اللي غنطيروا فيه ان شاء الله، هو هذا اللوفت غنطيروا فيه. ايوا والله يسخر، والله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي، أمة سيدنا محمد ان شاء الله. ارجعوا كما كانت، ارجعوا تولعوا ان شاء الله كما كنا، والله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي يا رب يا رب. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني على قبل الحمام اللي عندك، ان شاء الله تنديروا شي فيديو ان شاء الله نولعوكم في الحمام كامل، يعني هاد الايام راك عارف فلسطين شويه. ايوا والله يسخر جميع الاخوان. ايوا نولعوكم شويه ونوريكم الدكر في وسط الحاله ديالو. يلا الاخوان. ايوا بالنسبه للاخوان راه الدكر الحمد لله، الاخوان الدكر راه تحسنت الحاله ديالو شويه كما كتشوفوا الاخوان. راه درنا بالتعليمات ديال بعض الاخوان عزلناه، حيدناه من هاد البلاصه. ايوا عزلنا ليه الماكله ديالو بوحدو الاخوان الله يسخر، ومن عزلنا ليه الماكله بوحدو راه استجاب وراه عاود نفخ من بعد ما كان مطيحها. اللهم بارك اخوان، ما تنساوش تدعوا لينا اللهم بارك، اللي شاف شي حاجه يقول اللهم بارك. ايوا الحمد لله هو راه تشافى وتعافى ان شاء الله بحول الله. ايوا الله يسخر الجميع ان شاء الله. بالنسبه الحمام النفاخ كيبغي العنايه بزاف، كيبغي الصبر. ايوا هذا الحمام النفاخ يما الله يسخر، الله يبارك لينا فيه ان شاء الله بحول الله. ايوا الاخوان كما شفتوا الحاله ديال الذكر تحسنات. ايوا الحمد لله والشكر لله. الاكل نقدمه للحمام ان شاء الله. الاخوان واحد السؤال جاني من واحد صديق من القناه، قال لي كيفاش نولف الاولاد زعما، يعني الاولاد من اول ما تطير، قبل ما تطيرهم خاصك تخرجهم يتشمشوا، يعني يتشمشوا ما تقيسهمش، خليهم يطيروا راسهم، خليهم يفدفدوا ريوسهم، ما دير حتى حركه قدامهم. كما تناقش انا واحد الاخ الباء قال لي ما دير حتى حركه قدامهم، الاولاد كيبغيو طرونكيلي، تخليهم تحطهم الطيارات يشبعوا يتي عياو زعما تما شويه يدخلوا. الاخوان ها انتم واحد الولد هو خليناه ما قصناه ما والو، هو خليته كيتشمش باش يشوف. ها انتم الاخوان هو كيفتفت، هذه هي الطريقه ديال ما تقيسو ما والو، ما دير حتى حركه حداه، خليه يتشمش صافي، راقبوا من بعيد راقبوا من بعيد. ايوا انتم الاخوان كما كتشوفوا كتشمش مع البرجا، هو الاونلاين الهاتف على صفحة الفيسبوك. ايوا اللهم بارك، ها انتم كتشمش.
تمشى وكيتشمش الاخوان خلي على اخر راح تجد تمشى هي ويدخل ديك الساعه انتما كيف تفد الشيء. هذه الطريقه الاخوان بوحده اللي كاين دابا اللي وهدية من عند اخ ديالنا مصطفى العقار. كنشكرك من هذا المنبر اخ عقار مصطفى عن جمعيه منتدى درب السلطان او الولد. هذا ما كان الاخوان مازال حيدا الزير ديالو خرموت ان شاء الله. يحاول يعقل يشوف يعقل يشوف صحك يعقل هانتو مخوى الشيء هو مشوجة وضروري من الأفوى الله يسخر الجميع. هذا مكان هذا الولد إلى مخوى يتشمش ونتمنى التيسير مع عند الله والتوفيق ان شاء الله بحول الله. وكان نضرب تحياتي للاخ مصطفى العقار على هذه الهديه اللي كنشكرك جزيل الشكر يعني من هذا المنبر ومبروك عليك المرتبه الخامسه في مسابقه ميسا. الله يسخر لك. ديما الاكل حطوا لي فوق سقفني كيف باش يجي ايه. والله ما بارك الاخوان تحياتي. ادخلوا الريوصه وما تقيسهمش اذا خلعتيهم ولا درت شي حركه ماشي هي هذيك غيتخلعوا ويقدروا يطيروا يتلفوا. هما ديما دير معاهم اطونسيو الاولاد ديما هما صعاب صعاب في البداية ديالو. ايوا هذا ما كان بالنسبه لعند الاخ قال لي بالنسبه للانثى ما كتبيض يعني تكون انثى عاقره. بالنسبه للانثى اللي قال لي الاخوان قال لي واحد الاخ الانثى راه ما بغاش تبيض لي يعني بدل لها الذكر او بدل النتوه يعني بدل وجرب ان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله بحول الله. ايوا دابا كان بالنسبه للاخوان كنشكركم على الدعم ديالكم التعاليق ديالكم التحفيزيه لي لايك كنشكركم بزاف الاخوان. ايوا حنا بازلنا في الحظر الحظر الصحي اللي قالوا غيكون ما يسالي حتى 20 في الشهر الجاي ان شاء الله. باقي شي شهر تقريبا ان شاء الله بحول الله تحفظا بهذا الوباء اللي كاين لحد الان كاين في المغرب. هذا الوباء يا ربي السلام الله يبعدو على الامه المسلمه ان شاء الله بحول الله والله يبعدو على الدول العربيه والمسلمه ان شاء الله بحول الله. هذا الوباء اللي خطير اللي هو فيروس كورونا يتسبب في قتل الاف عبر العالم. والله يحفظ الاخوان تحفظا منا في المجلس في الدار. اخوان اللي عنده شي ولا عيت ولا اللي ما عندوش ولا عاي يعمر وقته يقرا القران. اخوان اعطى الله ما يدار. ايوا الحمد لله باش نفوتوا هذه المرحله هذه اللي هي صعيبه هذه المرحله هذه في تاريخ المغرب. ايوا والله يصاوب الاخوان وكنوجهوا التحيه خاصه للاخ هيثم مرحوب اخوان مرحوب اخ العسل اخ برقجة جميع الاخوان اللي متابعينا كنشكركم بزاف الوزنة اخوان الوزنة. ايوا تحياتي الاخ اخوان الوزنة محسن. ايوا الله يسخر الجميع ان شاء الله. كما كتشوفوا هذا هو اللوفت البسيط ديالنا اللوفت المتواضع الله يسخر لنا ان شاء الله نلعبوا فيه العام الجاي نبغى الله بحول الله ان شاء الله.
وبالنسبة راه باقيين تحسينات، باقي ما درناهمش، حول الله باش نديرو تحسينات. ايوا الله يسخر الجميع ان شاء الله بحول الله. راه التعليق ديالكم كامل كنشوفهم، التعليق التحفيزيه سواء التعليق مزيانه ولا مزيانه، ماشي مشكل. الله يسخر لكم، عجبك الفيديو دير جيم، ما عجبكش دير ايوا. كنضرب على التحيه لجميع الاخوان الموالي، ايوا القنوات اخوان ازولاي، والاخ بالعيد، والاخ جمال الفورات، الاخ كريم، ايوا الاخ مبديع، الاخ حفيظ، الله يسخر لكم الاخوان، وجميع من يعرف قناه عمر للحمام. كنطلبوا لكم التحيه الاخوان من هذا المنبر هذه، من هذه التوليعه الخفيفه، والله يسخر باقي ان شاء الله، ان شاء الله يفوت هذا الوباء ورجعوا للمسابقات ان شاء الله، ورجعوا للفراغ ان شاء الله بحول الله. ايوا قدر الله ما شاء فعل، علينا غير بالصبر، كيفوتوا الايام، علينا غير بالصبر في هذا الحجر الصحي. ايوا كيفوتوا الايام، تقريبا 27 يوم اللي بقات ان شاء الله بحول الله. ايوا نطلبوا الله السلامه والعافيه، والله يحفظ الاخوان ديالنا، هادشي هذا ما كان. وهنا الاخوان كنستودعوكم وكنطلبوا لكم تحيه لفيديو اخر ان شاء الله بحول الله. ايوا فيديو اخر، وحطوا لينا الاسئله ديالكم، اللي عنده شي سؤال باغي يستفسر عليه حطوا لينا في التعليق، وان شاء الله غنناقشهم مع الاخوان، وناخذ فكره مع الاخوان الموالي اللي فايتيننا، وديك الساعه نجاوبهم ان شاء الله بحول الله. جميع الاسئله ناخذهم بعين الاعتبار، جميع الاسئله حطوهم، اللي عنده شي سؤال يحطوه ان شاء الله. وراح نرى الاشاره ديالكم، وكنشكركم على التعليقات التحفيزيه ديالكم، ايوا بكم باش كتزيد القناه ان شاء الله. الله يسخر الجميع ان شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي، السلام عليكم، معكم مرحوق هيثم من لوفت اخوان مرحوق. كنتمنى هذا الميساج يوصل للجميع، تولع مع راسك في دارك، ما كاين لا خروج لا والو، تفوت هاد الفتره ان شاء الله ويكون الخير، وقابل حميماتك وقابل سجنتك وقابل داركم، هذه فرصه فين تبقى محمامك النهار كامل، والله ييسر. نتمنى هاد الوباء يتحيد، وكنشكر عمر من القناه ديالو حيت هو اللي خلانا نديرو هاد البادره اللي كلشي يدوي، والله يعاونكم جميعا، الله يسخر. السلام عليكم الاخوان جميعا، وتحيه لك خويا عمر من هاد البلبر، كنبغيو نشكروك على المبادره، حتى اللي بغى يتولى يتولى في دارهم. الاخوان الله يجازيكم بخير، اللي بغى يتولى يطلع يتولى في حمامه، وبلا ما تبقاو تخرجوا باش كاملين نحاربوا هذا الوباء باش ما يبقاش ينتشر بزاف، راه هادشي صعيب وصعيب بزاف، راه ماشي ساهل الاخوان. والله يجازيكم بخير، ريحوا في ديوركم، واللي بغى يتولع يتولع مع حميماتو بحال ما هكا، ريح معاهم، الله يجعل البركه الاخوان. اخوان معكم بنتاج اللورغي، حنا نساهمين في هذه الحمله، اللي بغى يتولع يتولع في دارو وفي سجنتو، وبلا ما نخرجوا لبرا باش نحدوا من هذا الوباء. الله يحد الباس الخوش، والله يسهل على كاع المواليح، اللي بغى يتولع يطلع يتولع في حميماتو، ريح في دارهم ما يخرجش برا، باش ما يجيب الوباء لدارهم لا حتى حاجه، ومؤهمين، والله يسخر الجميع الاخوان. السلام عليكم، مرحبا بمتابعي قناه عمر الحمام، وكنتمنى من الاخوان جميعا يتبعوا التعليمات ديال الدوله وزاره الصحه والداخليه، نتمنوا يبقاو في المنازل ديالهم كما خليها الموالي، خليك في دارك مع حمامك، بما تمر ان شاء الله تمرض الازمه هذه وهذا الوباء اللي كاين، نتمنى الله يطرح علينا.